بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. الأسبوع الثالث حد الابن الضال. إحنا متفقين، إحنا واخدين سلسلة الحرية. المسيح عايز يحررني من إيه في هذا الأسبوع؟ الفكرة العامة توبة، لكن ناخد نقطة صغيرة الخمس دقايق بتاعتنا. في كلمة بيستخدموها بتوع الفاميلي ثيرابي اسمها دي بيرنتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني رفض الوالديه. اللي عمله الابن الصغير في قصه الابن الضال، حس انه مخنوق في بيت ابوه. يمكن تكون انت النهارده او انت النهارده في يوم من الايام عملت كده، او لحد دلوقتي حاسس ان انت مخنوق بالوالديه اللي في حياتك، بالاب والام اللي في حياتك، او ندمان ان انت في يوم من الايام رفضت هذه الوالديه. بس الكنيسه بتعلمنا إن في نوعين من الوالدية، في والدية جسدية وفي والدية روحية. لينا آباء جسديين ولينا آباء روحيين. لينا أمهات جسديين ولينا الأم الكنيسة وأمهات روحيين أيضا. طيب يا ترى أنا النهاردة قابل الاتنين ولا رافض الاتنين، ولا قابل واحدة ورافض التانية؟ الابن الضال للأسف يقول كده: قال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة. الحرية اللي ربنا ممكن يكون عايز يطالبنا بيها في الحد الثالث، حد الابن الضال، يقول لي كده: رفضك للأبوة الجسدية، رفضك للأبوة الروحية، هيوديك في كرة بعيدة ونتيجتها تبذر مالك بعيش مصرف، نتيجتها عدم الطاعة اللي أنا بختاره، وبرفض الأبوة الروحية أو الأبوة الجسدية أن أنا بعيش في الخطية. ويجي وقت أقول لنفسي: وأنا أهلك جوعا. لو بتهلك جوعا النهاردة، فرصة للرجوع وقبول الأبوة الروحية والأبوة الجسدية. بس يمكن حجتك أو حجتك أو حجتي أو حجة أي حد فينا: الأبوة الجسدية اللي في حياتي أو الأمومة الجسدية اللي في حياتي قاسية جدا، أنا مش قادر أعيش أو أتعامل مع أبويا الجسدي أو أمي الجسدية لأسباب يمكن تكون بعضها حقيقي، في نوع من الإيذاء الجنسي أو الإيذاء النفسي أو الإيذاء الجسدي، أي نوع من أنواع الإيذاء. الكنيسة بتقول لي: ارجع إلى حضن الآب السماوي. احنا مش بنبرر خطية حد، ولكن بتقول لي ارجع، وفرصة شوف الأبوة الروحية، شوف الكنيسة بتعمل معاك إيه. شوف الكنيسة ممكن يكون في علاج للأبوة الأرضية المكسورة، الأمومة الأرضية المكسورة، لكن اوعى ترفض الأبوة أو الأمومة جوه الكنيسة أو جوه البيت. يمكن فرصة ليكي كأم أو ليك كأب، علاقتك اتلخبطت سنين طويلة قوي بعيالك، ويمكن أنت أصلا جريح أن كان ليك علاقة متلخبطة بوالدك أو والدتك أو والدك أو والدتك. تعالوا كلنا في الصوم ده نصلح كل الصورة الملخبطة بنعمة الإله الذي لنا يسوع المسيح، إن احنا نخلي دي فرصة إن احنا نصلح كل الصورة المشوهة ونعيد الأبوة الحقيقية. لو كنت أب قول له: رب أنا جاي أقدم توبة، وروح اعترف باللخبطة اللي لخبطت بيها ولادك. ولو كنت أم روح اعترف وقدم توبة أمام الله، وخلي صنع ده قوة دافعة للتغيير، وأن نفرح بأبوة أرضية وأبوة روحية، وقبل كل شيء بالآب السماوي الذي لنا الرب معنا.